مدام عملتي اخر عمى في الصيف؟ اخر عمى في الصيف لا. ملا عمى عملنا؟ اه عملت عمى. عملت لو اخر عمى عمتها في كورنيش. بس بنتي لا عمت حتى عمى. اخر عمى عملتها في قرقنا يعني. اخر عمى لا اخر عمى في القنطاوي ان شاء الله. عمت اخر عمى ما عملناش. عملت في المهدية. عملت لا ما زلت ما عملتش منها بشعب. لا عملت اخر عمى في الصيف. اي كنا في مصيف في قرقنا تويكا جينا. اي عملت. اي عملت اخر عمى. لا ما زلت. اي عمت. عمت اخر عمى في قرقنا. عمت مرة. ما عمت الجملة. لا عمت. هي البحورات اللي عمت فيهم السنة؟ السنة والله كان الحمامات. أطر نخدم خذيت أربع أيام مشيت صيفت الحمامات ورجعت. وسوسة وفي الشفاعة. عمت في قرقنة وفي زوزة. مشيت المهدية وبعد القرقنة معناتها. أنا نحب سوسة برشا. في قرقنة. والله عملنا في سوسة عملنا في مستير في تونس. في برشا بلايص عم. مشيت كان المهدية وقرقنة. مشينا الشبة سلقطة مهدية سوسة قرقنا. والله سنا في الشفا رمت كهو في مهدية سوسة للشفار. مشيت للمهدية الأكثر المهدية مهدية مستير الشفار. عمت في قرقنا. هو أنا نسكن في الشفار مني للشفار. سوسة شفار كهو. قولوا عمت الخريف تقوي البدن. الله أعلم. يمكن علاش لا هكا قالوا هو هاي المرة. ما نعرفش يمكن. والله كان قيت مع شكون نطلع نطلع ما يقلقنيش. اي ما نحبهاش. ما تجيب كل قريب. لا أوصوا تقوي البدن. لا تعمل حراق. عمت الخريف تعمل حريق. لا 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 انا نعرف معناتها الزمانه يقولوها 25 اوت ما قشعوا 25 اوت على خاطر بحر لا ينفع لا يضر. تحرجني هيك. اي ماذا بيا. ممكن ممكن ما عندي حتى فكره. والله يقولوا هكاك يقول ظهر لي صحيحه معناها نصور. حتى نلقى وقت ناخذ مع رواحنا. يمكن نمشي نعاود نمشي يمكن. نحب سورتو مع الحريقة هاي لا تقوي بالكدا البدن. سؤال تجي ماشي نمشي نوم. ماش ممكن. الدنيا سخونة شي يعمل كيف. ما تخافش من الطقس. الطقس في يندير لا. شنو هو المفيد الإنسان وقت اللي بدنه عنده الأكسجين في بدنه مريق الأمور واضحة يجي من يوم ما ثم حتى مشكل. والله ما عنديش فكرة. أما اللي نعرفه الشمس باهية للفيتامين دي للعظام. أما كعومة خريف سبيسيال ما عنديش فكرة الحق. والله ما عادش يمكن نعمل عمر. والله ما جربتش قبل. ما جربتش قبل عمر الخريف. اي معناتها مسمسه الصيف انت يا. كل شيء الناس كل شيء تخدم على رواحها ولاباس تونس لاباس. سي طقس بدل. كو. سي كو اش مازال في الصيف. مسمستش مسمسني هو. لاباس الحمد لله اللي كدور بيصير.